الحمد لله هذا العام كانت نسبة نجاح زعما عالية بزاف، و زعما الناس جابوا استدراكية طلبوا ربي يوفقهم، والناس اللي ما نجحوش في الباك نطلبوا يستعفوا من حد العام الجاي ان شاء الله. الحمد لله انا نجحت، جبت موسون بيان الحمد لله، وزعما كاع داك التمارين اللي ضربنا وداك كاع داك السهر ما مشاش غير هكاك، وكنتمنوا من الله يوفق الجميع وشكرا. الاجواء ديال الامتحان كانت مزيانه، المهم كان داكشي شويه صعيب، المهم ماشي شويه بزاف صعيب، هذا العام كان داكشي شويه صعيب ولكن الحمد لله توفقنا ونجحنا. المهم كيبقى كان اشكال شويه في التصحيح، كاين اللي كيقول باللي النقاط ديالو ما كانتش كتناسب داكشي اللي خدم. المهم وكنتمنوا التوفيق للناس اللي جابوا الاستدراكيه والناس اللي ما نجحوش، ان شاء الله العام الجاي يحالفهم الحظ. الحمد لله داز كلشي بخير وعلى خير، ولكن دوزنا في ظروف زوينه مناسبه وامتحان كان في المستوى، ولكن ما سهلش الله جبنا. المهم واخا استدراكي، ولكن الحمد لله الخير فيما اختاره الله.